Upstairs. Upstairs. ايه ده ايه ده يا ابن اللذينة، انا عينك كده في الشارع؟ اصور انا بقى فرصة وهتبقى ترند يا استاذ. مفيش اي حاجة خالص، بس كده حلو قوي. دي تترفع بقى ويتكتب عليها شاب واحدة منقبة يفعلوا شيء محرم في الشارع، ده هتبقى ترند. مفيش اي حاجة كده. يا استاذة يا استاذة يا استاذة، انت تمام؟ هو في ايه؟ اتفضل 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 اشرب ميه. ايه اللي حصل؟ مش عارف، انا معدي ليتك زي ما انت كده ومغمى عليك وما بتردينش. شكرا جدا. انت تمام؟ يا غيبوبة السكر جات لي تاني؟ لا ألف سلامة، ألف سلامة، ألف سلامة. طب هيسلمك؟ طب محتاجة حاجة أوديكي للدكتور؟ ألف شكر ليك بجد. في دكتور هنا قريب ممكن نعرف معاك؟ لا لا أنا بقيت كويس، أنا بستخدم البخاخة دي ببقى كويسة. طيب ألف شكر والله العظيم، مش عارفة أشكرك إزاي، ربنا يخليك يا رب. محتاجة أي حاجة طيب؟ كتر خيرك، كتر ألف خيرك. ربنا يرزقك يا رب ويكرمك، شكرا. اوبا، ده الفيديو ما كملش ساعة ودخل على 1,000,000 مشاهدة. شكل كده ايه الفيديو ده هيعدي ومصر كلها تشوفه النهاردة، والصفحة بتاعتي الريتش بتاعها هيعلى بسبب الفيديو ده. يا نهار اسود، 1,000,000؟ سامعة لك ايه يا شيمو؟ شيمو ايه وزفتني ايه؟ الخرا اللي انت عملته ده، انت جننت؟ في ايه يا بنتي، في ايه؟ بنتك بنتك ايه وزفت التين ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ حبيبتك ايه ومين ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انا اقول لك ايه طيب؟ في ايه طيب؟ انت مش عارف عملت ايه؟ انت هتستقبط عليا؟ ناقصك ايه انت عشان تعمل كده؟ اعمل ايه بس وناقصني ايه بس يا شيماء؟ انت والكلبه اللي كنت معاها دي. كلبه؟ اه كلبه. انا كنت مع حد. ايه ناقصك عشان تعمل كده؟ ايه ناقصك؟ حبيبتي انت مش منقصاني اي حاجه. مش ناقصك اي حاجه؟ بمرض الست انت كنت بتتحرش بيها في الشارع. ست بتتحرش بيها في الشارع؟ ايوه ست بتتحرش بيها في الشارع. انا كل صحباتي كلموني، انا شكلي قدامهم زي الزفت، انا مش عارفه اقول لهم ايه. كل شويه حد يقول لي شوفي جوزك شوفي جوزك، خش على الفيسبوك وشوف، شوف الفيديو اللي عامل ملايين. فيديو انا ليه انا؟ ايوه فيديو ليك انت. بتحرش في الشارع كمان؟ انت ايه يا اخي؟ ايه يا اخي؟ ايه ناقصك؟ بقول لك ايه؟ طلقني. شيماء لا الموضوع كده مش هينفع. شيماء اهدى يا شيماء، خلينا نعرف نتكلم. بقول لك طلقني. بصي ولا احنا مش هنقدر نتفاهم انا وانت دلوقتي، انا هسيبك كده ساعتين ثلاثه واجي لك ونكون جديده. شيماء بيتكلم بكل برود كانه ما عملش اي حاجه. جوازه سودا. طبعا خمسة سلامة. انت جيت؟ خد 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 يا عم، انا رايح فين؟ خمسة سلامة. ايه يا عم؟ انت كمان ليك عين تيجي الشركة؟ ليه بس، في ايه؟ تيجي على الله يا عماد ونشوف وشك هنا تاني. احنا شركتنا محترمة ومش عايزين نسوي سمعتها. حصل مني حاجة يا أستاذ سلامة؟ يا راجل ده مصر كلها عارفة أنت هتعمل من بنها. مصر؟ عارفة بإيه بس؟ قول لي، مش فاهم حاجة والله. اوه شكلك بقى مش فاهم. فعلا الواد اللي بيصور واضح كده انه كان مغفلك. بص يا حبيبي، في فيديو ليك منتشر كده على النت وانت معاك واحده كده منتقبه، الله اعلم بقى انت كنت منيمها ولا كان فاهم. بس يا اخي اذا ولدي مفسدته مش في الشارع يا اخي. يا استاذ سلامه انت تصدق فيها كده؟ يا استاذ سلامه تصدق فيك يا ابني، انا شفت الفيديو بعيني. بقول لك يا عماد، والنبي يلا يا عماد اتكل على الله ما تجيش هنا تاني، روح للحسابات تصفي لك حسابك. يلا يا عماد. يا سلامه انا مظلوم والله. يا عم مظلوم، بقول لك شفنا الفيديو بعينينا. والله مظلوم والله، ما حصل حاجه. اتكل على الله يا عماد، ده انت كنت ماسك فيها ايه؟ لا 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 الله، استغفر الله العظيم يا رب. طب انا منقبة، اكيد الراجل ده هيتخرب بيته النهارده. طب اعمل ايه طيب؟ انا لازم اتصرف. ايه ده؟ منك لله انا نشرت الفيديو ده. طب كنت انشره كامل. يا رب يا رب لو كان قصدي اعمل خير، يا رب يا رب نجيني من الموضوع ده يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، في اللي صور واللي نشر. اعمل يا رب بس في المشكله دي.
اترفدت من الشغل ومرتي طالبه مني الطلاق ولو اني حب عمري. يا رب. لو سمحت انت استاذ عمرو بتاع كاميرات المراقبه؟ اه خير، في حاجه ولا ايه؟ ده انا دخت عليك على ما لقيتك. خير؟ كان في حد امبارح الساعه 2 الظهر كان بيحاول يفوقني ماشي، عشان انا مريضه سكر وجات لي غيبوبه، فالناس كلها اتقلبت على الراجل ده وهو يعني ما عملش حاجه. هو مش انت صاحبه الفيديو اللي أيوة خد الدنيا على ايوه انا انا انت انا بس انت فاهم غلط. فاهم غلط ازاي؟ الموضوع مش زي ما انت فاهمه خالص. الموضوع اللي باقي هو كان بيحاول يفوقني عشان انا مريضه سكر، بس هو فاهم غلط. الراجل اللي صور ما صورش الفيديو كامل، صور نصه، فانا محتاجه ان انت تفرغ الكاميرات وتجيب الفيديو كامل عشان ننقذ الراجل ده. اكيد خرب بيته. لا 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 بس كده. لا ماشي تمام. طب يلا نروح المكتب وافرغ لك. يلا شكرا جدا. ذوقك. هو نفس المكان ده. يا راحت فين الست ذاك عشان تبرقني؟ يا رب ازر برقت بقى يا رب. انا بيتي اتخرب. ايه يا عماد؟ ايه يا استاذ سلام. تعالى المكتب. في حاجه ثانيه ولا ايه يا استاذ سلام؟ تعالى يا عماد استنيك ما تخش. ماشي جاي لك. يا رب استرها يا رب. ياه ربنا يخليك ليا يا عماد يا حبيبي. يعني انت كنت بتفوقها وانا ظلمتك؟ عندك حق ما تسامحنيش. انا ازاي عملت كده؟ حبيبي انا لازم اكلمك وارضيك واصالحك. ادخل. طبعا استاذ عماد. اتفضل يا زمان. انا مبدئيا بصراحه يعني مش عارف اقول لك ايه، بس اقل حاجه اقدر اعملها لك ان انا اقول لك انا اسف. ومش بس كده، ده انا كمان هنزل اعتذار رسمي على الموقع بتاع الشركه، وهخلي كل العمال كمان وكل الموظفين تعرف الحقيقه وان احنا كمان بنعتذر لك. طب هو كل يعني الحمد لله، يعني انا فرحان اللي ده حصل منك يا استاذ سلامه، بس ايه اللي حصل يعني؟ ايه الجديد؟ هو انت دايما كده المعلومه وصلك متاخر ولا ايه يا زحمات؟ الفيديو كامل نزل، في فيديو بس المره دي واضح انه من كاميرات مراقبه بتاع الشارع، وفي الموقف بقى كامل. وانت بعد ما قلبت في المراه الناس كانت فاكره انك لمؤاخذه يعني بتعمل حاجه مش كويسه، بس باقي الفيديو بيوضح انك كنت بتدور على ادويه او على اي حاجه، ورحت جبت لها ازازه ميه وكل حاجه ظهر في الفيديو. الحمد لله. الحمد لله. انت بقيت ترند بس المره دي بقى في الخير مش في الشر. الحمد لله. اشكرك يا استاذ سلام. الحمد مش بس كده كمان، ده في امراه منتقبه واضح ان هي اللي كان في الفيديو جت وحكت القصه بالكامل. جت ايه؟ اه تقريبا هي اللي نشرت الفيديو الكامل. فحضرتك تقدر دلوقتي ترجع شغلك واحنا مبسوطين جدا انك معانا. طب يا استاذ سلام ما خدتش منها رقمها ولا اي حاجه؟ لا بصراحة، بس ايه خلاص يعني انت عايز ايه؟ هي شفتها بنت وبينت بره. الف الف شكر. تقدر تسلم شغلك. وليك اسبوع كمان مفتر. كمان؟ الله يسلمك. الحمد لله. سلام يا استاذ سلام. سبحان الله. ان بعض الظن رئيس. شيماء. عمال يا حبيبي. انا انت جيت؟ انا جاي اوضح لك بقى. مش عايز اشوف اي حاجة، انا عايز افهمك كل حاجة. انا شفت الفيديو وعايز اطلب منك انك تسامحني. بجد حقك عليا. انا اسفه بجد. انا اسفه. انا بسامحك يا شيماء. اي حد يشوف الفيديو ده هيفهم نفس ما انت فهمتي بالظبط. لا يا عم انا عذرت. انا ما كانش ينفع اشك فيك ابدا. انا بجد الموضوع بتاعك ده علمني ان مش اي حاجه اشوفها اصدقها. لازم اتاكد الاول واسال واشوف. الحقيقه دايما ما بتبانش كامله. منك مش بفضلك يا رب. ايه ده ايه ده؟ ايه الشتيمه دي كلها؟ ده الفيديو كان راكب الترند والناس مبسوطه. ده كده الصفحه هتتقفل. مش عارف ايه اللي حصل من بعد الفيديو الاصلي ما نزل، والناس بقت عماله تشتم والصفحه شكلها كده هتطير مني. بس بصراحه انا اللي غلطان، ما انا اللي صورت حته صغيره واستعجلت ومشيت. لو كنت صبرت للاخر كنت عرفت انه بيعمل خير. انا همسح الفيديو عشان كده خلاص الحياه ظهرت.